عشان اخواننا المسيحيين احنا تحت امركم في برنامج اكلة امي كالعادة. الشيف المغازي ما بيفوتوش اي مناسبة، احنا مع بعض ان شاء الله لغاية لما العيد بتاعنا ونعمل حفلة كبيرة ونفطر مع بعض ونعمل المناسبات ونعمل كالعادة. هيبقى معانا كل يوم اكلة او اكلتين صيامي ونعمل شوربة صيامي وكل الاكلات اللي نمسكوا فيها هنعملها صيامي. انا هعمل النهاردة الرز بالمشروم صيامي. اخترت المشروم لانه بروتين نباتي امن، والرز المصري بتاعنا والجزر فيتامين سي والبروتين بتاعه والالياف بتاعته، ومعانا طبعا عصب الموضوع البصل الاخضر. المقادير على الشاشه تقدروا تصوروها بالتليفون او تكتبيها وبالتفاصيل مع بعض. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بصل ثوم ده الاساسي، ومعانا رز مصري حابه تعمليه برز بسمتي اهلا وسهلا اختياري، ومعانا جزر متقطع مكعبات ومشروم، واحنا في موسم المشروم دلوقتي هتلاقي المشروم زي الحلاوه، ومعانا كركم والبهارات بتاعتنا اختياري حسب الرغبه. ولكن ده ما يمنعش كالعاده الشيف المغازي معاه البوكيه جرنيه بتاعه، جزر كرفس بصل روزماري ثوم حبان كل اللي انت حباه دي معايا كل يوم. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمل ازاي الرز بالمشروم والجزر. بصلايه على النار تتحمر جيدا، اللهم صل على النبي. حلو، واحنا بنحمر البصلايه كده عينينا بتدمع، نعمل ايه؟ نحط البهارات بتاعتنا الجميله الحلوه اللي هتمنع دموع البصل، ويكفينا شر دموع البصل. زعتر زي الفل، هنحط شويه كزبره حلوين كده تحميره حلوه. نشوف البصلايه خدت لون اهيت. انا حابب الرز ده اضيف له شويه كركم، وكل ما تيجي سيره الكركم هقول فايدته لان انا شخصيا بحبه. في مشروب شتوي انا اصلا يعني زي ده شكلي كده داخل على دور برد، فلحقت نفسي بصراحه. اهو الحصانه، زي ما انا بقول دايما الصحه تاج عروس الصحاء والوقايه خير من العلاج. مثلا بدات ان انا اشرب كل يوم دلوقتي كوبايه ميه دافيه بحط عليها معلقه عسل، عصره ليمون، معلقه كركم. ده مشروب صحي مناعته قوية جدا وقيمته الغذائية عالية جدا. كركم مع عسل مع ليمون مع ماء دافي، مشروب صحي يا ريت نشربه في ايام الشتاء. لطيف وجميل. بصلايه زي الفل، تمام. ننزل بالتومة. الله، بدأت اشم ريحة البهارات في البصل، هو ده اللي انا عايزه. الجزر بياخد وقت كتير في السوى غير المشروم، بنزل بيه هو الاول. شفت الصورة الحلوة دي يا شفيق؟ انا عارف انك بتحب الالوان الحلوة دي. تعرف ان اللون البرتقاني ده بيفتح الشهية؟ يعني لو نفسك قافلة عن الاكل بص للجزر شوية هتاكل الخروف قدامك. شوف الجزرة دي، شفت الجزرة دي مع البصلة دي، ايه الحلاوة دي؟ زي الفل. طبعا ما ينفعش ان انا احط المشروم مع الجزر على طول، هياخد وقت كتير في السوا. اقوم اعمل ايه بقى؟ اعمل تركية حلوة قوي. واحنا مع بعض كده، اللهم صل على النبي. بحط شيشاء مية من البوكيه جرنيه اللي عندي. تعالي يا حلوه صديقتي دي. هو ده خلص الكلام، واغطيها شويه. الغطا. اللهم صل على النبي، ونغطيها شويه على ما نقطع المشروب بتاعنا. الجزر هنا خلاص بدا يحل. نشوف المشروم اخباره ايه. اللهم صل على النبي، معانا مشروم ومعانا عروق البصل الخضراء، والبصل الاخضر ده اختياري برضو تحطيه وما تحطوش. المشروم له تقطيعه، انصحك تقطعيه بالتقطيعه دي عشان شخصيته تبان. شفت المشروم؟ شفت انا بقطع المشروم ازاي؟ كل برضو ما تيجي سيره المشروم اقول يتقطع ازاي، دي مهمه جدا على فكره. كده ما ينفعش نقطع المشروم كده خالص. تاني مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، في تركايه كده لازم نحط عليها سبوت كده مع الساده المشاهدين. المشروم التقطيع الصح اهي، شخصيته بتبان بعد ما يستوي. كده دي الصح. دي علامه صح، ودي كمان علامه صح، ودي كمان علامه صح. مستنيين علامه غلط، ودي علامه غلط. بنهزر انا. حلو، كمان واحدة. حلو، دي غلط. اوكي، ده مش كويس. حلو الكلام ده، مهم جدا على فكرة للمبتدئين في المطبخ. أنا عارف أنتوا شطار وأشطر مني،
بس لما بتيجي المعلومة أنا ما بخلش عليها، ربنا هيحاسبني. تقطيعة المشروب دي لو بتعملي شوربة المشروب بالدجاج أهلا وسهلا، بتعملي المشروب بالوايت صوص مع مكرونة أهلا وسهلا، بتعملي المشروب أي حشوات من الحشوات لازم شخصيته تبان في الحشوة أهلا وسهلا. البصل الأخضر وعروق البصل الأخضر الجميلة أهو، هاخد العروق بس أهو، دي مع الرز ما أقولكيش. لا يا غالي مش هيقلب محشي، لو حطيت بقى شبت وبقدونس هيقلب على محشي، بس عروق البصل الأخضر بتديله عنصر غذائي قوي جدا وبتديله طعم مميز. إخواننا في الخليج بيستخدموه في المطبق بيبقى جميل جدا مع بيض ولحمة مفرومة كده لطيف. أخبار الجزر إيه؟ زي الفل. نقلب. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ خلاص استوى الجزر. إيه الحلاوة دي؟ شايفة؟ ننزل بالرز. اللهم صل على النبي. رز بالجزر أو بالمشروم والجزر صيامي على طريقة الشيف المغازي. هتسيبي أي حاجة على السفرة وتاكلي منه. هتقولي لي يعني اذا الرز معلوش شوربه لحمه وشوربه فلا يا ست الكل، ما انا معايا بوكيه جرنيه على النار، نسيتي ده؟ وده كل يوم معايا ده، بفتح عينيا الصبح احطه على النار، حله فيها جزر فيها كرفس فيها بصل فيها توم، قشرتين حبايه بصل حلوين حمر كده، عندك فراخ واخده السلسله بتاعتها، عندك شويه عظم لحمه في الثلاجه طلعيهم. شفت الرز اتقلب كله ازاي؟ زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ اصبر عليا عشان التركية دي مهمة جدا. ناخد المية بتاعتنا الشوربة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا معايا، ارفع ايدك فوق انت مصري. هو ده هو ده هو ده، خلص الكلام. قلب. خلص الرز العيار تمام. احنا بنلعب نهزر، نحس نمسك كوبايه بقى ونعاير عينيا. والله انت ابن حلال. قال لي الملح ما حطيتش يا شيف، الملح بحطه اخر حاجه يا شفيه عشان اظبط العيار بتاعه. ملح يتحط كده. ونقلبه تقليب وانا بعملها حجه واقلب علشان انا عايز الميه ايه تنشف هسه كده، علشان في تركايه قبل ما اطلع الفصل بتاعي. قلبت الملح ظبطت العيار بتاعي. يلا هناخد بعدنا ونطلع فاصل صغير، بس قبل الفاصل نعمل ايه يا عم الشيف عشان نرجع لحاجه جديده؟ الجزر البصل والمشروم. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده تاني، بص على الحلاوه تاني. مش حرمك من حاجه. على الوش. ونغطي الحله بتاعتنا ونكمرها. رز بالمشروم والجزر على طريقه المغازي وحصريا، عروق البصل الاخضر المصري بتديله الشخصيه وزي الفل. هنغطيها، يلا نغطيها مع فاصل. هو ده. تروحوا بعيد تبعوني، تعالوا مع بعض نشوف. حاضر يا غالي. بص يا حلاوه، تعالى تعالى. بص على الرز. طب اجيب لك ايه ولا ايه؟ بس قول لي. شوف الرز ده كده. يلا. لا جيب دي دي، هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الله الله يبارك لك يا ابو. جزر مع البصل. يا سلام. تقول لي بقى خروف ضاني؟ تقول لي ديك رومي؟ خالص. انا حطيت لك الليل البرتقاني في الجزر، قصدي في الرز، عشان يفتح نفسنا. وعروق البصل الاخضر هنا شخصيتها اتحولت لشيخ البلد في قلب الرز. البصل الاخضر ده حكايه. نغرفه عشان نشتغل في البرجر بقى، لان البرجر ده ايه غلبته كتيره. نغرف الرز ده ونخلص منه. ونحط الجريلا دي على النار تسخن مكان الرز. اللهم صل على النبي. عينيا زي الفل ناعمه. بيقولوا لي معاك 13 دقيقه وما نعرفكش. تعالوا نغرف الرز. اللهم صل على النبي. الرز مكانه هنا. حلو ده مكانه. شويه رز بقى ايه دول، عايزين طبق سلطه خضراء يا ست الكل، وبالف هنا وشفا للامانه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف انت بتحب الحاجات الحلوه دي. مدلعك انا النهارده. عايز تشوف المشروم بص عليه، عايز تشوف عروق البصل الاخضر بخضرها وجمالها بص عليها.
عايز تشوف الجزر وجمال لونه البرتقاني، انا بحب لونه البرتقاني، بص عليه. الرز المصري سيد الموقف، بص عليه. ينفع يا شيف يتعمل بالرز بسمتي؟ ينفع، مش هقول لك ما ينفعش. في حاجات ما ينفعش فيها الرز البسمتي، رز صياديه، بايلا، سي فود، الريزوتو. تعمليه بالرز المصري بقى جميل جدا على فكره، ريزوتو الطلياني. حلو، طبق ده كده جاهز.